اسمي عمر وانا عندي 15 سنه. بعض الناس علمت معهم زمان يدور يا ازوني ويستفودوا مني ويلقوا فوقي قرص. اوروني كذب كتير لا يخوفوني. هسا انا عمري بقى طيب عشان ده ندور نقدم لكم وصيه يا اخواني. وصيه جي الاول، ما تشكك لي توريم خصيتك، وحتى لو كان خايف او قاعد تهزك ما في لك امني. لازم تعرفك كل ليال الامورهم تيت من 18 سنه عندهم حقوق خاص للهمم لو كان جايين من اي بلد، عشان كي انت محتاج لك زول تواسخ فوقه عشان يحشر عليك الحاجات دول كلها. وصدقني انت تقابل لك ناس كتار وما حيين الشغل البورو لك ده كله تفهمه وما تقدر تعرفه يا طول تواسخ فوقه. الناس الواجب لك تقابلهم دول ده هم الناس يعرفوا خدمتهم، والناس دول هم جاي يقدموا في منظمات وحماية عن الأطفال، وهم الناس عن الشخطة وقادي. الناس دول بيساعدوا الناس المحتاجين، وهم الدكاترة ومهامين وناس آخرين كلها. في البداية أنا عندي شكك في الناس دول، لكن كان كلامي ده خطأ. واجب لناس دول لا تورخي سنك عشان تلقى منهم مساعدة، وحتى أول كان وريتهم كلام آخر كله. تقدر تخير كلامك أنا زمان ده وتوري لهم شغل البيقى لك سي. الناس دول ما بزالوا منك، ده بيساعدوا قادل. حتى كان أمك وأبوك مفهوم كله، من حقك ينتج مسؤول عشان يساعدك ويقى لك زي أمك وأبوك ويخرر لك في مسألتك. بعض من الناس ديل ممكن يشكوا في عمرك أو في خصيتك، يقدروا يسألوك أوراقك ليه يعرفوك أنت ياتو، عشان ده كان عندك ورق أقرب عديل معك، لأن مهمين مرة وقت وما تودر كامل وما تنتي أي زول إلا لناس ألقاي يساعدوك أو لناس اللي يعرفوا خدمتهم ده. أيوة الناس دول لا يقدروا يودوك بكان دكتور لا يعرفوا عمره ناقة الحقيقي. المهم كان انت ما فهمت شغل واحد ده أسلام عشان يوروا لك واحد واحد. إذا كان عندك أي سؤال في حقوقك هم يقدروا ينتج مهامي بلا قرص، والمهامي ده يقدر يساعدك عشان تقدر تشيل قرار عدل، وهو يقعد حاضر معك انت عشان يدافع عليك. وبالأخص ما تنسى كل المساعدات اللي بيقدموا للطفل زي السكن والأكل والمدرسة والدواء كله كبلا قرص. وناس كاموروك كلام شيك من الدادنا ده ما تسمع. تعرف شيء وايد مهم قايد رد بالك، بل الناس اللي يعرفوا خدمتهم ده الناس الآخرين تلقام أشوائيين دول كامل ما تنتمسخة. وآخر وسيتي لك، الناس الأشوائيين دول في البداية يقوا معك ناس أديلين، ولكن بعدين ينتوج وسيا ومعلومات ما عادل. ناس دول لا يقدروا يسألوك شيء اللي انت ما تدوره أو شغل الهوان لنفسك. ولازم تعرفه كان انت جبروك وسويت شغل هوان نادمك يا أخبك في كلامنا ما في، لأن ده ما خطأناك عشان ده أوري لزول اللي عرف خدمته. حتى لو كان عندك حقوق لمترجم أنا نوسيك لتعلم لقنا البلد الديفوك فوقه، ده يساعدك ليفهموك أديل وتقدر تقدم سؤالات انت بنفسك للناس الأديلين. مرات الإجراءات يشيل وقت كتير، لا يكتبوك في المدرسة ولا تسوي تحقيقات مع ناس الشرطة ولا تقدم لجوء، عشان ده لازم تشيل صبر كتير. حتى لو في صعوبات ما تكسل، شد حيلك لحد ما يسمعوا كلامك. نسيت شيء وايد، البساود الليالات ذات مرة دي سو خطأ، وممكن تأكد من شيء الفهمته والماما خسيت فوقه، ولو في ناس قالوا لك لا وما تكسل. حتى لو يسألوك كتير من شيء كان لك وكان سألوك انت كياتو وما تكسل، حتى لو ما في موك فكر انت ما وهيدك في الحالة ده، الشيء اللي حصل لك حصل لي الكتار زيك، واليوم قاعدين في الأمان مش اللي أنا قاعد ده. وهسا فسرت لك الحاجات المهمة لازم تجاسف
لكل الناس يحترموا حقوقك، ده قاسي ويشيل وقت، لكن في ناس عديلين لا يساعدوك، دايما هم معك عشان ده ألقام أجلة. ولو ده التواصل مع ناس آخرين تقدر تجري كتيب ده بلقتك انت، الكتيب ده تلقى في النت أو مع الناس اللي يساعدوا ليال. شكرا لكل الأطفال وكل المتطوعين وكل الناس اللي يساعدوا ليال، شكرا لهم كلهم لسوا فيديو ده.